صبحكم الله بالخير مشاهدينا، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم الصباحي شمس البحرين. دائما نقدم لكم فقرات جميلة ومهمة تهمنا وأكيد تهمكم، منها نستفيد وأيضا أنتوا تستفيدون عشان نعرف شنو محضرين لنا فريق الإعداد لهذا الصباح. خلونا نشوف هذا التقرير. طبعا هنا اللحم موجود في الكيس، لحم ني وطازج، وهذا ستاند بحط فيه الكاميرا عشان المراقبة، البوم المفترس الكبير هنا. يعني مثلا تدفعون ما يدفع، تروحون مكان يقولك ما بروح، أهم شيء ما يدفع. هذا مع نفسه. ما تتعامل معه، شلون تتعامل معه؟ ما أسحب عليه، شو أسوي به أنا؟ من أهم عوامل الرحلة السياحية الناجحة هي اختيار الفندق، فالإقامة المناسبة تمنح المسافر الراحة اللازمة للاستمتاع برحلته. الفيلر نوعين، في الفيلر الدائم والفيلر اللي هو بيدوب الهيالورونيك أسيد. الفيلر الدائم كان يستعمل قديماً، بنفضل المريض ما يستعمله لأنه بيدوم بالجسم بيعمل مضاعفات على الفترة الطويلة. وأكيد من بعد التقرير نبتدي أولى مواضيع صباح شمس البحرين اليوم الأربعاء مع المغامرات، حيث أصبحت الرحلات الاستكشافية تستهوي الكثير من الناس، وفي أشخاص كرسوا مجهودهم وجزء من وقتهم في هذا العالم، عالم المغامرات. خلونا نشوف مع بعض هذا التقرير ونرجع لكم من جديد. اليوم الحلقة خصصناها لاستكشاف الآبار. هذا البئر الذي خلفي كما تشاهدونه هو عبارة، هذا البئر عبارة عن طابقين، الطابق الأول مو عميق مرة، ممكن 12 متر أو 10 متر. طبعا هنا اللحم موجود في الكيس، لحم ني وطازج، وهذا ستاند بحط فيه الكاميرا عشان المراقبة، البوم المفترس الكبير هنا، فالأسفل منه الفأر والأسفل أيضا الأفعى. ثبت كاميرا أسفل وحطيت اللحم تحت. حنا تقريبا منتصف العصر، آخر العصر قبل المغرب قليل. أمسكه؟ لا يا رجل، وش تمسك ذي كوبرا يا رجل، مو لعب. شوف 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 شوف، هذه يا أخوان، أخوان المشاهدين قرب شوي، طلعنا الكوبرا. هذه يا أخوان أخطر، سمها قاتل، يعني ما فيها لعب، انا سويت خطوره جدا، المفروض ما اقرب كذا، ينقز علي خلاص. فالله يسر، احنا بنخليها حفاظا على الحياه الفطريه، ما راح ناخذها ولا شيء، بنخليها تعيش كما هي. باي. يلا مشينا مشينا. ابى اصور اليوم غابه مخيفه في سبت العلايا في الجنوب، خليكم معي ان شاء الله، باخذ جوله العصر بعدين اكمل في الليل في منتصف الليل. يعطيكم العافيه. رجعنا لكم مشاهدينا بعد ما شفنا مع بعض التقرير، ومعنا في الاستديو من المملكة العربية السعودية الشقيقة المغامر والمستكشف فهد الراجحي. صبحك الله بالخير أخوي فهد ونورتنا. صبحكم الله بالخير جميعا، بداية أشكركم جزيل الشكر على الاستضافة. شكرا لك فهد. وكل عام وأنتم بخير يا رب. وأنتم بخير. الله يسعدكم. يعني فهد، إحنا شفنا التقرير الحين وفي أمور جدا خطيرة، أنت رحت غابة وقدامك الحية، يعني هاي الحية بالذات أنا اللي وايد استوقفني إن هي قدامك وأنت قاعد تتكلم وماخذ راحتك منطلق، فهد من وين جاتك هذه القوة؟ هي في البداية هواية يعني. نعم. من الصغر، من كان عمري 14 سنة تقريبا ما شاء الله. حبيت هذا الأشياء يعني، الحيوانات، استكشاف الحيوانات، أعمل أفلام وثائقية يعني، استكشف، أثبت كاميرا تراقب الأفعى وأثبت كاميرا تراقب أي حيوان مفترس آخر. فمع الوقت تولدت، صار عندي فضول اكثر وشغف اكثر، لحد ما توسعت في هذا المجال، حتى يعني دخلت في امور خطيره يعني، الكوبرا العربيه، الذئاب العربيه، يعني
هذه يبغى لها تعامل خاص شوية. نعم. يعني فهد أكيد مثل هذه المغامرات أنا أسميها مغامرات خطيرة، أكيد تحتاج مغامر شجاع عنده مواصفات معينة، فنبي نتكلم عن مواصفات الشخص اللي ممكن أنه هو يقوم في مثل هذه المغامرات الاستكشافية. ممتاز. طبعاً أنا أختصرها بموضوع واحد اللي يتمتع باللياقة. اللياقة تكون من شقين، اللياقة البدنية واللياقة النفسية. اللياقة البدنية لأنه أنت تصعد جبال وتمشي مسافات طويلة تحتاج يعني لياقة بدنية في ممارسة الرياضة باستمرار، تحسين اللياقة البدنية. اللياقة النفسية اللي هي يكون شجاع شوية، ما يخاف. حلو. لما تدخل غابة مثلاً وتقابلك مثلاً الكوبرا العربية ما تهرب، خليك. لأنك هذا حدث يابد أن توثق هذا الحدث. لكن لما تشوف الأفعى أو تشوف مثلاً الذئب العربي تهرب، شو استفدنا يعني؟ ما استفدنا شيء من المغامرة. الواحد يعني يسلم على نفسه فهد. هو لابد يكون مأمن نفسك شوية يعني. صحيح. أول حاجة تكون عندك مثلاً شنطة الإسعافات الأولية. لأنه احتمال لو سمح الله ويكون عندك خلفية أيضاً إنه لو تعرضت لأي لدغة كيف تتعامل مع نفسك وأنت لوحدك في مكان نائي وبعيد عن العالم. نعم. لنفترض مثلاً إنك تعرضت لدغة أفعى ومعايا الإسعافات الأولية بس ما عندي حدا يعني من يوديني المستشفى من شيء المستشفى يعني. صحيح. لابد يكون عندي خلفية دارس هذا الشغل. فمو أي واحد يخش هذا المجال يعني، ما تخش هذا المجال إلا تكون عندك يعني دورات مكثفة من كل النواحي. نعم. يعني ذكرت نقطة يمكن استوقفتني، هل إن أنت تروح هذه المغامرات بروحك فهد؟ والله غالبا بروحي، اللي الأماكن اللي مثلا اللي ما أعرفها يكون معي بعض الزملاء. مثلا يكون مثلا مرشد سياحي أو زي كذا، لكن غالبا أنا استمتع أن أكون بروحي. روح المغامرة وروح الإثارة لما تكون بروحك، فجأة تلقى الكوبرا عبر العربية وفجأة تلقى ذيب وفجأة تلقى لوحدك كذا، حلو الصراحة. يعجبني الجو هذا الصراحة. يعجبك الجو. فهد كلمنا عن أصعب أو أخطر المغامرات اللي أنت قمت فيها، أكيد يعني واجهت بعض الصعوبات في بعض المغامرات. هي أصعب موقف مثل ما ذكر في التقرير قبل شوي اللي هي غابة الكوبرا. هذه منطقة أو غابة بمعنى أصح تشتهر بوجود الكوبرا العربية بأنواعها، الحجم الصغير والحجم الكبير. فكانت مليانة يعني كوبرا يعني، فكانت هي يعني طلعتنا فجأة كذا يعني. كنا داخلين زي الكهف وفجأة بالوجه وكذا. فالتعامل مع النوعية هذه من الأفاعي جدا جدا خطير، ويبغى لها شخص متمرس وفاهم. صحيح. لأن ممكن أي لحظة أو أي خطأ يعني ممكن تتعرض للدغة خطيرة جدا يعني. فكان هذا الموقف يعني مثلي يعني جهد نفسي شديد صراحة يعني. أكيد. نعم. نعم، يعني أكيد مثل هذه المغامرات فهد مثل ما ذكرت لازم أن أنت تقوم ببعض الإسعافات الأولية. هل أنت قمت وأخذت دورات للإسعافات الأولية لمثل هذه النوع من المغامرات؟ وحقيقة دورات بسيطة، ما أخذ دورات مكثفة. والأفضل أنه أي شخص يكون مغامر أو يحب هذا المجال أنه يكون عنده دورات مكثفة للإسعافات الأولية، لأنك تتعامل مع حيوانات خطيرة وتتعامل مع أشياء خطيرة، فلا بد يكون عندك خبرات بهذا الشيء. نعم. إيه نعم. فدورات بسيطة بس يعني مثلا لدغة الأفعى كيف تتعامل. نعم. الجانب النفسي مهم في هذا الجانب. بعض الناس يعني لما يتعرض للدغة ويكون الحالة أو الوحدة في مكان نائي ممكن الجانب النفسي هو اللي يسبب له مشاكل أكثر من اللدغة نفسها. صحيح يعني. صحيح. فلا بد يدرب نفسه، ياخذ دورات نفسيه كيف تتعامل مع اللدغات، كيف تتعامل مع الحيوان المفترس، كيف تتعامل مع العطش، ممكن المويه تخلص وانت في صحراء قاحله، كيف تتصرف. صحيح. فلا بد يكون عنده شويه يعني قوه تحمل ودورات، ياخذ دورات. مو على بعض الناس اشوفهم، انا بعض الشباب ياخذ الكاميرا ويدش يغامر كذا ما عنده اي خلفيه، فيتعرض لمشاكل صحيه، مشاكل مع الحيوانات لانه ما عنده دوره اصلا. نعم. يعني فهد البعض يفكر أنه بس لمن يروحون هذه المغامرات الاستكشافية لهدف الاستمتاع والاستكشاف، هل هناك أهداف أخرى عند فهد الراجحي بالتحديد في سبيل روحتك لمثل هذه الرحلات الاستكشافية؟ سؤال جميل جدا. طبعا أكيد هي طبعا بالدرجة الأولى هي تعتبر ترفيه. نعم. طبعاً. لكن ترفيه يعني ممزوج بشيء من الفائدة. مثلا لما أروح أستكشف أي مكان أحيانًا تكون الأماكن أنا فيها تراث البلد اللي أنا فيه. نعم. فأنت قاعد توثق التراث يعني في توثيق للتراث. أيضًا المشاهدين يستفيدون من الحياة الفطرية الموجودة في الوطن العربي بشكل عام في الجزيرة العربية. نعم. مثلًا الأفعى هذه نادرة، أنصح بعدم قتلها، أنصح بالحفاظ عليها. مثلًا الحيوان هذا النمر العربي مثلًا نادر جدًا، ما أنصح في قتله.
ففي مزيج، في هداف يعني. نعم. ترفيه، وفي الوقت نفسه أيضا في رسالة للحفاظ على الحياة الفطرية. جميل. يعني فهد أنت رحت أكيد أكثر من مدينة، فنبي نعرف شنو هي المدن اللي أنت زرتها وأكثر المدن اللي استوقفت فهد الراجحي. هي أكثر حقيقة منطقة زرتها وكانت يعني تخوفنا الرعب بشكل كبير حقيقة، اللي هي الجزيرة المقطوعة في سلطنة عمان الشقيقة. نعم. يعني على أصلا اسمها مخيف، الجزيرة المقطوعة. فكانت جزيرة بعيد عن المدن، بعيدة في الجبال وكذا، فتحصل نفسك وحدك في النهر في الليل، تسمع مثلا الذيب من بعيد وتسمع. فهذا الموقف يعني نفسي خطير جدا. انا كل شويه اطالع السياره، يا رب ما تخرب السياره، عشان لو صار لي شيء اشغل وامشي صراحه. يعني الموقف فعلا ما في انسان يقول لك انا ما اخاف، هذا الخوف غريزه بالانسان، ولكن صح. درجات الخوف تختلف. لكن هذا المكان فعلا كان يعني مخيف، يعني حتى تساءل من نفسي الان لو تعرض اللدغه سمح الله صار لي شيء، والله ما حد يحس فيني. صح. ولا حد روحك يعني، ولا حد راح يجيب خبرني ابدا. يعني وين منطقه ما في شبكه، ما في رسال، ما في جوال، ما في نت ولا شيء، بس اطالع السياره الحمد لله البنزين فل، اوكي اللهم لك الحمد لله، هذا اهم شيء يرجعني بس يعني. فكانت الجزيره المقطوعه في سلطنه عمان الشقيقه حقيقه من اخطر الاماكن اللي زرتها يعني. نعم. تخليك تخاف غصب يعني صراحه. يعني اللي ما يخاف يخليه يخاف. جدا جدا حقيقه. نعم. يعني احنا شفنا فهد في التقرير ان انت بنفسك تقوم بتصوير كل اللي قاعده تشوفها من امور جميله استكشافيه، وانت ايضا تمنتجها. فهذه الامور يعني احنا كاعلاميين نعرف ان هذه الامور صعبه اذا قام فيها شخص واحد، فما فكرت مثلا ان انت تجيب معاك مساعد يقوم بتصويرك ومونتاج الافلام اللي تصورونها؟ سؤال جدا رائع حقيقه. الان حاليا انا انشات فريق لهذا الخصوص، لانه جميل، لانه كمستكشف صعبه انا بنفس الوقت اصور، وصعبه بنفس الوقت الاضاءه وما ادري، لازم يكون معك احد يعني. بالضبط. فاسست فريق الان وقاعدين نشتغل عليه الان حاليا، وان شاء الله راح يكون في تطور افضل من الان يعني. جميل. ان شاء الله. السوشيال ميديا ساعدتك في مثلا انتشار هذه الموهبه عندك وروح المغامره؟ اكيد بلا شك. السوشيال ميديا الان أنا أعتبر الإعلام الجديد الآن. صحيح. فالسوشيال ميديا بلا شك وساهم بشكل أساسي وشكل كبير إنه يعني في نشر أعمالنا الفنية، سواء مغامرات أو درامية أو أي شيء يعني. فلا فضل بعد الله سبحانه وتعالى. السوشيال ميديا أكيد يعني رقم واحد يعني. نعم. أي نعم. المدن اللي أنت للحين ما زرتها وحاب إن أنت تزورها شنو هي؟ والله حاليا اخطط انا للاستكشاف والمغامرات مثلا في اوروبا حقيقه. حلو. لانه هناك الغابات جدا رائعه، الجبال، جبال الهملايا ان شاء الله يا رب، يعني ما في شيء بعيد يعني ان شاء الله. طموحنا ان شاء الله أكيد طموحنا أكيد. مره وايد عالي زي ان شاء الله ان شاء الله حلو الطموح. فوالله قاعد افكر الان ان كل المغامرات ننقلها من الوطن العربي الى اوروبا ان شاء الله. نعم جميل. فهد قمت برحلات مع احد الرحاله، فكلمنا لو قمت بهذه الرحلات مع احد الرحاله، وان انت دائما تقوم بهذه الرحلات بروحك. والله انا بالنسبه لي شخصيا، وجهه نظري الشخصيه، افضل ان اقوم بالرحلات لوحدي. انا استمتع بهذا، لانه احيانا اذا كان معك مجموعه، خصوصا اذا كانت المجموعه مش من طاقم التصوير او من طاقم العمل، نعم، بتقتلب الرحله من رحله استكشافيه الى نزهه، سوالف وضحك وذا، بالضبط، ما تحس انك يعني طالع تستكشف. بالضبط. يعني فتصير كل الجلسه عائليه، كانك طالع نزهه عائليه يعني. فالافضل دائما افضل ان اكون بروحي، بحيث انه يكون في تركيز وهدوء، ايضا المشاهد احس انه يستمتع اكثر لما اكون بروحي. جميل. واحنا اكيد استمتعنا بوجودك معنا فهد الراجحي، واستمتعنا يوم شفنا هذا التقرير الجميل وروح وحب الاستكشاف اللي عندك. فشكرا لك والله يوفقك وان شاء الله الى المزيد. الله يسلمك. بس لو تسمحي لي نقطه اضافيه. تفضل. اللي تفضل. هي طبعا انا اجهز الان المغامره قويه جدا، اللي هي تحدي 100 يوم في الغابه. ما شاء الله. يعني هي اسم الحلقه البرنامج 100 يوم في الغابه. نعم. بنعزل عن البشر بدون جوال بدون اي شيء، باخذ معي مؤونه تكفيني 100 يوم. اذا خلصت هذه المؤونه قبل 100 يوم لازم تاكل من اي شيء في الغابه. وهذا التحدي انا ان شاء الله قاعد اشتغل عليه من 5 شهور، وبنفذه ان شاء الله بعد شهر. ما حرق شعري ولا حرق اي شيء، تشوف شكلي بعد 100 يوم كيف صار. يعني بتصور روحك قبل 100 يوم وبعد 100 يوم؟ من اول يوم اثبت الكاميرات واصور، بس يجي اخوي ياخذ الكاميرات وهو يمنتج في المدينه يعني. نعم. فبعد 100 يوم بشوف شكلي كيف صار، الشعر، اللحيه، الحاله النفسيه كيف. نعم. فبحاول قدر المستطاع اني اعيش نفسي
قبل 200-300 سنة يعني وسط غابة يعني هذا اللي قاعد أفكر فيه وأنا حبيت أصرح فيه لكم حصرياً حقيقة يعني إحنا جدا محظوظين إن أنت صرحت لنا بهذا التصريح بس نبي نعرف بعض المعلومات عن هذا التحدي هل التحدي راح يكون في المملكة العربية السعودية أم في دول أخرى؟ والله هي على حسب الغابة لازم تكون الغابة فيها عناصر معينة وفق السيناريو اللي أنا راسمه يعني إذا توفرت الغابة هذه ممتازة لازم تكون مخيفة جدا زي نظام الأدغال زي غابات الأمازون كذا فأبغى شيء مخيف جدا بحيث أنه هل أنت تصبر 100 يوم ولا لا إن شاء الله تصبر فهد وإن شاء الله كان الله أحيانا أبيكم تشوفون شكلي بعد 100 يوم إن شاء الله إن شاء الله أكيد وراح نستضيفك بإذن الله الله يسعدك شكرا الله لك فهد العفو. شكرا لك فهد نورتنا الله يسعدكم شكرا جزيلا مشاهدينا صداقة مسمى جدا جميل والصديق أحيانا يكون بمثابة الأخ ولكن هل هناك صفات سيئة في الصديق تجعل الناس تنفر منه؟ خلنا نسمع رأي الناس في هذا الموضوع من خلال فقرة نبض الشارع. كل مجموعة من الأصدقاء في صديق بخيل شلون تتعامل معه؟ لا تطلب منه شيء. كيف بخيل يعني؟ يعني مثلاً تدفعون ما يدفع، تروحون مكان يقولك ما بروح، أهم شيء ما يدفع. هذا مع نفسه. ما تتعامل معه شلون تتعامل معه؟ ما أسحب عليه إيش أسوي أنا؟ أقطع علاقتي وياه على طول. أقطع العلاقة وياه. والله البخيل أتعامل مثل ما يتعامل معي. إي والله. الكريم اتعامل معه كريم والبخيل اتعامل معه بخيل تعامل معه مع بخيل ما تعامل مع البخيل ليش لانه بخيل ما راح ينفعك في اي حاجه لازم ما هو مصادف هالشخص يعني شلون تعاملت معه ارد عليه بكرمي ما اكلمها ليش لانه بخيله انزين هل صادفتي مره صديقه بهالطريقه الصراحه لا ولو صادفتك بخليها تقريبا اكيد بدون ذكر اسماء زين شلون تعاملت معه تعامل وياه انا اقول ما عندي فهو يقول ما عنده فنطلع من السالفه ساعات ساعات لا تنصاف ساعات والله هم كلهم بخله بس لا انا اعطي في الوجه اعطي في الوجه ما في واحد اثنين صدفت ناس بالعمل يعني بخلة بس بشكل قريب مني لا ما موقف والله ما بحضرني مش معي انا شخصيا لا ما شخصيا ما يعني بس بشوف البخل بعيني مع بحياتهم شلون ترد عليهم البخل بالكرم البخيل ما تعامل وياه كلش ليش ابعد عنه نهائيا ولا اعتبره من العائله زين هل صادفت احد بهالطريقه ها لا والله الحمد لله عائلتنا حنا اللي معانا المجموعة اللي معانا في واحد بخيل بس في واحد يسوي يطبخ الدياية ويأكلها هو بروحه كل محبة طبعا ليش لازم يتعلم مني إنه يكون كريم هل صادفت واحد من أصدقاء بهالطريقة طبعا حصلت نعم والله الله يهدي شو بدنا نعمل له عربي وبخيل يعني صعبة بس يعني مثل ما قال بدنا نهديه شوي يصير كريم مثلنا بحاول أعطيها انتباه إنه هي بخيلة وإنه تتعلم إنه تصير كريمة نوعا ما وإذا ما نفع معاها بقطع علاقتي معها رجعنا لكم مشاهدينا من بعد فقرة نبض الشارع أكيد صديق البخيل أو غيرهم سواء كان أهل صديق أخ يعني البخيل دائما ينفر الأشخاص اللي حوله منه لكن في شخص عجبني من خلال فقرة نبض الشارع قال أتعامل مع البخيل بالكرم وأكيد الكرم يغلب البخيل مشاهدينا خلونا نطلع فاصل قصير ومن بعدها نعاود نستكمل باقي فقرات شمس البحرين
رجعنا مشاهدينا من بعد الفاصل مع الفقرة الصحية. الجهاز العظمي هو أحد أهم الأجهزة اللي تكون جسم الإنسان وتمكنه من الحركة والقيام بمختلف الأنشطة بفعالية وكفاءة عالية. وأحيانا مشاهدينا يتعرض هذا الجهاز لمشكلات تعيق عمله وتؤلم صاحبها. فللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم معنا في الاستديو الدكتور عبد الكريم العزاوي، استشاري جراحة العظام والكسور والمفاصل. صباحك الله بالخير دكتور، نورتنا. صباح الخير، منور بيكم، الله يسلمك. يعني دكتور، دائما نسمع أن الكبار في السن يعانون من بعض آلام المفاصل، ولكن في الآونة الأخيرة قاعدين نشوف حتى الصغار قاعدين يعانون بنفس هذه الآلام. فهل هذه الآلام بس تعتبر للكبار في السن، الشيخوخة بالتحديد، سن الشيخوخة؟ الحقيقة آلام المفاصل هي كل ما يصيب المفصل، سواء كان بالأطفال، نعم، أعمار الشباب أو في كبار السن. فعندنا بالأطفال موجودة أيضا، مثل عندنا آلام المفاصل المرضية، نعم، آلام المفاصل الوراثية، آلام المفاصل الرثوية. هذه كليتها ممكن أن تسبب لنا آلام المفاصل بالأطفال، وخصوصا أن آلام المفاصل نتيجة الإصابات، نعم، مثلا السقوط، حركات أكثر من الطبيعية ممكن عند الأطفال، والمشاكل الأخرى عند الأطفال. عندنا مثلا التهابات المفاصل البكتيرية اللي تسبب، اللي هو التهاب المفصل بخراج وجراحة وتجمع والتهاب واحمرار وزيادة بالعدد كريات دم. فكلتها هذه من ضمن أمراض مفاصل عند الأطفال. في متوسط الأعمار أكثر شيء يكون التهابات المفاصل اللي هي الرياضية، في واللي يعني اللي عدوا مرحلة الطفولة. الرياضية تشمل إصابات الأوتار، إصابات الغضاريف، خصوصا في مفصل الركبة اللي هو مفصل معتمد عليه أكثر في أكثر الأحيان وحاملا للوزن بشكل مباشر. وعندنا أيضا مما يؤدي إلى تلف مبكر في غضروف الداخل للمفصل، وأيضا يسبب إلى آلام المفاصل. وعند كبار السن طبعا آلام المفاصل اللي هي وصول إلى مرحلة عمرية معينة تكون وياها مضاعفات عامة في الجسم، مثلا هشاشة العظام أحد الأسباب اللي تكون. عندنا نقص في بعض الهرمونات، نقص في بعض الفيتامينز، كلها ممكن أن تسبب لنا آلام المفاصل، ومن ثم تسبب لنا إلى تشوه المفصل وعدم أداء المفصل لوظيفته بشكل جيد، مما يؤدي إلى الآلام المزمنة أو ما يسمى بالاحتكاك أو ما يسمى بالتغيرات الانتكاسية في المفاصل. وكذلك في كبار السن وخصوصا في البلدان الأوروبية موجودة عندنا مرض رثية المفاصل أو ما يسمى بالروماتويد أرثرايتس، اللي هو موجود أكثر في البلدان الأوروبية. موجود عندنا طبعا في منطقتنا، ولكن أكثر شيوعا هي في ذيك المناطق. عندنا في المناطق اللي موجود أيضا مثلا مرض اللي هو فقر الدم المنجلي، اللي هو سيكلر ديزيز، ممكن أيضا يسبب إلى قلة وصول الدم إلى نهايات العظمية، ويسبب ما يسمى بتموت الخلايا الرئيسية الحاملة للوزن، ومن ثم يؤدي إلى تشوه المفصل وأيضا يؤدي إلى الآلام. مرحلة ما قبل الآلام هي مرحلة انحصار الأكسجين عن المناطق نتيجة الكرايسيس أو تكسر الخلايا الدموية، ويسبب لنا أيضا آلام في صغار السن ومتوسط الأعمار أيضا. جميل دكتور، أكيد عندنا إحنا صور نبيك شوي تناقشها ويانا. هذه الصورة عبارة عن شنو؟ هاي الصور بداية، هذا مثلا عندنا رثية مفصلية. الرثية المفصلية عندما تبدأ أو ما يسمى بالروماتويد أرثرايتس، تبدأ فيها المفاصل الصغيرة بالجسم مثل اليد، ويكون متنقل ما بين اليمين واليسار، أوكي، وفي في نفس الوقت يسبب في تلف الغضروف، الغضروف اللي هي المادة الرئيسية أو المبطن الرئيسي للعظم الذي يساهم في عملية الحركة بالانبساط أو بالتقلص. فيسبب إلى تشوه
قلة الحركة تشوه أيضا. نعم. الصورة الثانية نعم نشوف بها هي المفصل الطبيعي اللي هو على جهة اليسار، وبداية التغيرات الانتكاسية اللي موجودة بالوسط، ومن ثم بالأخير نشوف عندنا عملية التآكل أو احتكاك أو سوفان. نعم. والصورة الثالثة، الصورة هاي تشير إلى وجود حالة التهابية في داخل المفصل، وقد نعم. تكون غالبا هي الحالة البكتيرية، وجود هنا مع وجود سوائل في داخل المفصل اللي تسبب الانتفاخ، وجود حرارة أيضا، احمرار في المفصل، وبصورة عامة ارتفاع درجة حرارة المريض. نعم جميل دكتور. في بعض أشوف يعني مثلا أمي وغيرها من الكبار السن دائما يستخدمون حبوب الكالسيوم، فهل هذا مفيد لجميع الأعمار أم مثلا لعمر معين؟ الكالسيوم أكو احتياج يومي إله زين، خصوصا كبار السن وقلة تنوع الوجبات الغذائية وقلتها أيضا، فيحتاجون إلى مكملات غذائية. نعم. المكملات الغذائية واحدة من عدها هي الكالسيوم، والكالسيوم طبعا يجب أن يعطى بعد إجراء فحص نسبة الكالسيوم في الجسم. نعم. حتى يمنع تطور الهشاشة إن كانت موجودة أو حدوث الهشاشة في المستقبل. نعم بعيد الشر أكيد عن الجميع. نعم. دكتور، دكتور شنو هي الحالات اللي ممكن تستدعي إن والله الطبيب المختص يقوم بتدخل جراحي؟ مثل ما نشوف على الماكيت. نعم. نشوف أن هذا نموذج إلى ركبة. زين يعني هاي الركبة وصلت إلى مرحلة الأزرق هو الغضروف. نعم. الاعتيادي. المناطق هذه الصفراء هي مناطق هي عبارة عن مناطق اللي هي صار بها تلف كامل في منطقة الغضروف، ومن ثم بدأ العظم صار إكسبوز ومفتوح. نعم. في هاي الحالات راح تكون هناك تشوهات في الغضاريف في العظام أيضا وفي اتجاه وزن الجسم، يؤدي إلى تلف كامل بالمفصل، وهذه تؤدي إلى عدم القدرة على المشي مع الآلام المبرحة. نعم. التدخلات الجراحية في هذه هي دائما أن تكون عندنا تدخلات اللي هي عبارة عن تبديل المفصل، في لما توصل عندنا إلى مرحلة متقدمة بتبديل المفصل هي عبارة عن جزئين، جزء في عظم القصبة وجزء ثاني في عظم في عظم الفخذ. نعم. ومن ثم الجزء بيناتهم يكون البولي أثلين اللي هو يسوي التمفصل أو الحركة تعتمد على هاي المنطقة. نعم. وهذه من العمليات اللي تجرى في مملكتنا يوميا وهي مستمرة بشكل جيد، والمرضى يتحركون بعد العملية مباشرة وتنتهي المشاكل بها نهائيا ويروح الألم. نعم. في هاي المرحلة من المراحل هذا الطبيعي وجود خشونة بسيطة، الخشونة البسيطة هنا قد تستدعي في بعض الأحيان تدخل جراحي مثلا؟ لا تستدعي إجراءات وقائية. مثل شنو دكتور؟ مثلا أول شيء المحافظة على الوزن أو تنزيل الوزن حتى نقلل الضغط أو ستريس على منطقة الغضاريف، منطقة الكارتليج. نعم. المرحلة الثانية هي معالجة الهشاشة العظمية. المرحلة نعم. الثالثة هي فحص نسبة الفيتامينز حتى يصير عندنا اعوجاج. الاعوجاج دائما يكون بهالشكل، هذا الركبة بهالشكل تفتح. نعم. تفتح من الجانب الخارجي وتكبس من الجانب الداخلي، فتؤدي إلى انحراف محور الحركة، ومن ثم يؤدي إلى اللي هو التلف الكامل في المفصل، مما يحتاج عملية تغيير كامل وتبديل المفصل. في بعض نعم. الأحيان نحتاج إلى الأوبر في داخل المفصل. نعم. زين اللوكال انجكشنز اللي هي قد تكون الستيرويد، وفي بعض الاحيان ممكن ان نعطي الجل. الجل اللي هو بالهيالورونيك اسيد اللي يستخدم، هو حقيقه يستخدم كسبيسر. نعم. حتى من نحطه شويه يحافظ لنا على المسافه الغضروفيه. جميل. ويقلل نسبه الاحتكاك. جميل. الحقيقه الاوبر كليته هي عباره عن اوبر مؤقته وليس علاجيه لتخفيف الالام. المريض يستعمل هذه الطريقة هي فقط لتأخير عملية تبديل المفصل. يعني هو في النهاية راح يبدل المفصل. تبدأ عملية اللي ما يسمى بالني فيلير اللي هي عجز الركبة. نعم. أو أي مفصل ثاني، هي عملية مستمرة. زين. نساعد بتأخير العملية، عمليات الجراحية
تغيير نمط الحياة اليومي. نعم. تغيير نوعية الرياضة، تغيير نوعية الغذاء. نعم. تقليل الوزن. هذه كلها تنطينا ممكن أن نأخذ من عندها سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات إضافية، هي لتقليل نسبة الألم ولتقليل التشوه في اللي يحسب الموصل نتيجة الإصابة بالتغيرات السوفانية أو يعني ما يسمى بالاحتكاك. نعم. في المفصل. نعم يعني دكتور بعض الأشخاص في الصالات الرياضية دائما أنهم يشيلون أثقال زيادة عن وزنهم، فهل هذا الشيء يأثر على مفاصلهم في وقت مثلا عقب سنة سنتين؟ الرياضيين هناك نوعين، عندنا نوع المحترف وعندنا نوع الهاوي. نعم. المحترف دائما يدرب على كيفية الحفاظ على جسمه، فيدرب عندما يبدأ بعملية رفع الأوزان أو مثلا حتى كرة القدم، يدرب شلون يحمي جسمه بتقوية العضلات بتمارين رياضية معينة، بالمحاولة دائما من الوقوف بشكل جيد. نعم. الهاوي هو مشاكل دائما تقع في هذه المجموعة. صحيح. المجموعة الهواة هم مجموعة يريد أن يعطي نتائج أو أوزان ما يفعل المحترف على يعني مدى قصير، على مدى قصير وعلى حساب المفاصل. نعم. فذاك الوقت يصابون دائما في ضرر في الغضاريف، ضرر الغضاريف هو حتمي يؤدي إلى تلف في المفصل بالتدريج، يعني إلى أن يوصل إلى مرحلة لا سمح الله التلف الكامل. نعم. لغشاء المفصل أو لغضاريف المفصل. نعم. يعني دكتور نبي تعطينا بعض الأطعمة الغذائية اللي ممكن من خلالها نحافظ على صحة عظام الإنسان. عظام الإنسان حقيقة للحفاظ عليها أول شيء نأخذ مجموعة الأغذية اللي ما تساعد على زيادة الوزن. نعم. كل أنواع الأغذية هاي واحدة. ثانية مجموعة الأغذية اللي تحتوي على الفيتامينز وتحتوي على الأملاح بشكل جيد، تحتوي على المغنيسيوم، الفواكه اللي تحتوي على الفيتامين سي، نوعية المأكولات اللي تحتوي على أوميغا 3، هذه كلها من المأكولات مثلا الأسماك، عندنا الخضروات كلها بشكل جيد، كل هذا تنطي سلامة للعظم. أكيد. يعني وتمنع هشاشة، تمنع اعوجاج، تمنع تلف في المفاصل. نعم. يعني دكتور عبد الكريم العزاوي كل الشكر لك وعلى هذه المعلومات القيمة ونورتنا. شكرا جزيلا، أتمنى السلامة للجميع إن شاء الله. شكرا لك. مشاهدينا موسم الصيف والسفر الكثير يحتار شلون يختار الفندق المناسب له ولعائلته من ناحية الموقع والتكلفة والخدمة الجيدة. ما في أصعب أن يكون الفندق أقل من التوقعات. المزيد خلونا نطالع هذا التقرير. من أهم عوامل الرحلة السياحية الناجحة هي اختيار الفندق، فالإقامة المناسبة تمنح المسافر الراحة اللازمة للاستمتاع برحلته. تأكد من حصولك على أفضل سعر في الفندق. في عصر الإنترنت تتنافس بصورة كبيرة المواقع على إرضاء العملاء من خلال صفقات مغرية، ويمكنك البحث عن عروض كافة الفنادق في الوجهة اللي تقصدها عبر الإنترنت. عليك التأكد بواسطة خرائط جوجل من موقع الفندق وكم يبعد عن المعالم والوجهات اللي راح تقصدها في المدينة، فيمكن الفندق يكون فاخر ومريح لكنه يتطلب البحث عن وسائل مواصلات بشكل دائم واستئجار تاكسي، وهذه بالطبع يستنزف ميزانية السفرة. بعض الفنادق تعلن بصراحة أنها للكبار فقط، وبعضها لا تمنع دخول الأطفال ولكنها غير مجهزة لاستقبالهم، بينما بعض الفنادق تقوم بمراعاة الرحلات الأسرية وتوفر مساحات خاصة للأطفال. إذا كان عملك يتطلب اتصال دائم بالإنترنت أو لديك أطفال يحتاجونه للتسلية، فلا شك أن الإنترنت يجب أن يكون على قائمة أولوياتك عند اختيار الفندق. عنصر التصميم الداخلي من العناصر الهامة لاختيار الفندق ولراحتكم النفسية داخله، فالفنادق ذات التصميم الجيد والهادئ تمنح الزائرين شعور بالاسترخاء والمتعة.
صباحنا في شمس البحرين لا زال بانتظاركم فقرات ومواضيع، ولكن بعد هذا الفاصل خليكم ويانا. رجعنا لكم مشاهدينا من بعد الفاصل. ضيفنا في هذه الفقرة مصور فوتوغرافي سطع اسمه في مجال التصوير واشتهر على مستوى البحرين والوطن العربي، هو ويانا اليوم في استديو شمس البحرين المصور هاني حسين. صباحك الله بالخير هاني، ونورتنا اليوم. صباح النور، تشرفنا فيكم. لنا الشرف اكيد. هاني، في احد مقابلاتك الصحفيه ذكرت ان انت بديت هذه الهوايه في صف الرابع، فكلمنا عن بداياتك. ابتديت يعني في صف الرابع، يعني كنت احب اصور. نعم. يعني لاحظوا الاهل انا وايد احب اصور. فاخذوا لي كاميرا صغيره. حلو. فكنت اصور وايد، اصور في المدرسه في الاحتفالات، ما كنت اطوف مناسبه الا لازم اصور. جميل. فكنت اصور كل شيء، يعني اصور يعني اذا نطلع رحله اصور القلعه، اصور اذا نروح قلعه، يعني قلعه كذي نفس المتحف او قلعه عرود. رحلات المدرسه. رحلات المدرسه، الاحتفالات، الاعياد الوطنيه، الرابع. حلو. فتعرفين قبل بعد الافلام؟ اي، قبل كانت الكاميرا غير هاني، يعني كلمنا عن الكاميرات القديمه، ليه ما تطورت الكاميرا؟ يعني قبل كانت الكاميرا ذي السوداء اللي داخلها الفيلم، بعدين تروح الاستديو وتطلع الافلام، ليه ما تطورت الكاميرا وصارت مثل ما احنا قاعدين نشوفها الحين اللي هي الكاميرا الاحترافيه؟ فشلون كان قبل التصوير والحين شلون صار؟ يعني الحين اسهل. صحيح. يعني ذيك الايام ايام المدرسه كنت اجمع من مصروفي علشان اطبع الصور. حلو. زين. تشتري الافلام. اي، اشتري الافلام، كنت اخشهم هاللون. يعني الصور اللي الحين عندي، تخيل انه الحين عندي افلام من ايام المدرسه. ما شاء الله. يعني ما طبعتهم وكذي، ما طلعتهم. فيعني كان شوي صعب. يعني وبعدين عقب ما تصورين تطلعين الصوره ما تطلع اوكي. من الشمس. نص ربعك مثلا مو موجودين، او وجههم بس اللي طالع، والفوكس تعبان. طبعا الحين غير، الحين يعني الحين احنا نشوف الصوره نطالعها من الكاميرا نفسها. فيتغير الوضع، يعني الحين وايد فرق تطور الحين. يعني بالعكس هاي الشيء يساعد ان الواحد يتعلم اكثر. اكيد اكيد. هاني، نبي نتكلم عن تخصصك في تصوير المشاهير، يعني كل مصور له مجال معين يحب انه هو يصوره، انت ليش اخترت هذا المجال؟ لا، هو مو تخصص مشاهير. بس انت دائما مشهور ان انت تصور مشاهير العرب. اي ان انا اصور مشاهير. نعم. بس هو يعني في انواع من انواع التصوير، فانا اخترت هاي النوع اللي هو تصوير البورتري. نعم. تصوير الناس، يعني حسيت ان ذي اجرب لي. يعني في البدايه انا اول ما ابتديت تميت اصور كل شيء. نعم. كل شيء، يعني دشيت في جروب اسمه انفوكس، كان مال تصوير. حلو. جروب عود فيه مصورين، فكنا نطلع نروح سوق المنامه، نروح اي مكان نصور اي شيء. فكل واحد كان يصور الشيء اللي هو يحبه. فانا كنت اصور الاجانب واللي كانوا يبيعون في سوق المنامه، ادور الناس اصورهم. تحب تصور الشخصيات؟ الشخصيات اي. يعني هني انا عرفت اني اميل حق ذا الشيء اكثر. حلو. فمن هني عرفت ان هاي الشيء يعني. وبالنسبه حق تصوير المشاهير، يعني تصوير المشاهير هي بالصدفه. بالصدفه حلوه هاني. اي. صدفه يعني. نعم، الحين احنا بنشوف صور على الهواء. هاني، اختك هيفاء حسين، هل هيفاء حسين ساعدتك مثلا انه وشجعتك على في هذا المجال ان انت تبتدي تصورها وتصور مثلا ربعها؟ والله يعني انا اول ما ابتديت طبعا هي اكيد اول واحده شجعتني. نعم. انزين، وجه لها تحيه طبعا. هي اكيد اكيد. فكانت كلها تقول لي تعال صورني، تعال صورني، تصويرك حلو، بس انا ما كنت ارضى يعني ان اصورها. قلت لا، ليه ما ابي اتطور بعدين شو اسمه. فطبعا يعني هي من صورتها. نعم. طبعا اكيد يعني كانوا يسالون من ذي المصور. نعم. هني ابتديت يعني في تصوير المشاهير. نعم، فنانه بعد ابرار سبت موجوده. اي طبعا. تحب تصور الاشخاص في الاستديو ولا الصوره تكون خارجيه اكثر؟ هو على حسب الفكره. شنو الفكره؟ شنو الافكار اللي تجي؟ فنمشي احنا على الفكره. بس طبعا انا عندي الاستديو اريح.
لان جونا جونا حار. اي يعني في الشتاء ممكن انت تطلع تصور اوت دور؟ اي اي عادي اصور. نعم الاعلاميه العنود الحربي اكيد بعد نوجه لها الف تحيه وجميع الموجودين في الصور نوجه اكيد لهم لازم ألف نوجه تحيه حق الاعلاميه. طبعا هي بعد من الناس اللي في فيديوهاتي وقفت وياك. اي طبعا يعني كانت مؤمنه بموهبتي يعني فوايد شجعتني العميل. حلو، شلون طورت موهبتك يعني حسين؟ هل مثلا ان انت هاني في البدايه كانت موهبتك قليله وبعدين التحقت بدورات او مثلا شفت عبر اليوتيوب كيف ممكن يصورون بطريقه احترافيه؟ هو في البداية يعني ذيك الأيام لما أنا ابتديت ما كان في يعني عندنا ناس تسوي دورات وكذي يعني صحيح فكان وايد صعب فكان كله اجتهاد شخصي. حلو يعني فكنت دائما أشتري المجلات مجلات التصوير كتب التصوير هي علمتني أكثر واليوتيوب بس المجلات أكثر والكتب كانت أكثر من اليوتيوب من اليوتيوب يعني. إيه؟ إيش كثر جلسة التصوير تأخذ منك وقت هاني؟ هل وقت طويل مثلاً ساعات أو مثلاً أنت في بالك لوك معين فكرة معينة تي لوكيشن سير تطبقها؟ لا إذا في أنا لازم أحضر قبل. تحضر قبل. إيه لازم في تحضيرات إذا في شيء في بالي أحضر قبل. شنو هي التحضيرات؟ يعني نوع التحضيرات؟ يعني إذا في شيء يعني لوك في بالي لازم أنا أرتب له يعني كلبس كمكياج كشعر نتفق مع الثيم كله يعني الجروب كله عشان نسوي الثيم فيبي له يعني كذي نرتبها يعني بس اذا كان تصوير كذي سريع فبيكون ساعات الفكره تطلع في نفس الوقت. احلى شيء لما الفكره تطلع في نفس الوقت تكون فكره جدا جميله. اي اي نبي نتكلم عن فكره الصوره، هل مثلا انت تحدد الفكره اللي انت حاب تصور فيها او الشخص اللي انت رايح تصوره هو في باله لوك معين؟ هو على حسب بعد نفس الشيء. على حسب الاتفاق يعني ساعات مثلا اقول لك بصورك يلا خلينا نصور انت تقولين لي فكرتك اذا انا عندي فكره اقولها لك يعني هاللون وعلى حسب ال يعني من اللي بيطالب التصوير. حلو هاني عشان تكون الصورة كاملة ومتناجحة لازم في عوامل معينة يقوم فيها أي مصور عشان تكون الصورة بأحسن يعني أحسن الصور فنبي نعرف هذه العوامل. يعني أنا عندي أهم شيء اللوك يكون متكامل. حلو بالضبط يعني مع تصوير حق تصوير المجلات وكذي ف يعني لازم الثيم كله موجود يعني مو الثيم قصد الجروب عشان الثيم يطلع صح. أنا ما أحب يعني مال المكياج تكون محد أو مرات الشعر تكون محد لأن أنا ما أحب تعديل الفوتوشوب وايد فدائما يكون التعديل كله وإحنا نصور. حلو إذا في شيء اختراب ولا في شيء هاللون هذه أنا أهم نقطة عندي. جميل يعني ف ساعات ما صور اذا هم موجودين الصراحه يعني هذا انا عندي اهم شيء عشان الصوره تطلع حلوه الكل يكون موجود. نعم مع تطور التكنولوجيا والسوشيال ميديا اكيد يخدم كل مصور عنده فكره معينه حاب انه هو ينشرها للجمهور فهل السوشيال ميديا خدمتك كهاني حسين؟ اكيد اكيد خدمتني يعني من اي ناحيه هاني؟ اسهل يعني كنت اراوي النص صوري اسهل يعني اني اراوي النص صوري والنص تشوف صوري قبل ما كنت كذي فالسوشيال ميديا بالعكس خدمت يعني. شلون تشوف تفاعل الجمهور عبر هذه المواقع مواقع التواصل الاجتماعي؟ حلو اشوف ردة فعل الناس تعليقات الناس في الخاص يكتبون لي يعني بالعكس شيء حلو يعني بالعكس حتى اشوف اذا في اشياء انا غافل عنها يعني او ما عجبت الناس يعني حلو ان الواحد يعرف. تاخذ بالنصيحه يعني هاني؟ اي اي اسمع من النوع اللي من النوع اللي يسمع اسمع بس ما احب الانتقاد وايد. ما تحب الانتقاد؟ اي احد ينتقدني وايد لا يعني تبي الكل يمدحك هاني وفعلا هو شغلك يعني هاني للامانه يستاهل المدح. الله يسلمك هو مو سالفه ان الكل يمدحني بس في ناس ينتقدون يعني مثلا ما يحبون الشخص اللي انا اصوره يعني في السوشيال ميديا يعني في ناس كذي يعني فيتكلمون كلام غير لائق غير لائق ويحسسون ان الصوره كريهه فانا ما احب اقرا هاي امسح. اكيد اعداء النجاح هاني كل الشكر لك هاني حسين على حضورك اليوم معنا في استديو شمس البحرين نورتنا والله يوفقك. الله يسلمك.
شكرا لك. شكرا لك. مشاهدينا من التصوير ننتقل إلى الموضة وعالم الجمال. التجميل يعتبر من أكثر الأشياء اللي تهم البنت خصوصا في فصل الصيف، وذلك لزيادة المناسبات المختلفة والأعراس. التقرير التالي بنتكلم عن الفيلر واستخداماته. انتابع هذا التقرير. الفيلر نوعين، في الفيلر الدائم والفيلر اللي يعني هو بيدوب الهيالورونيك أسيد. الفيلر الدائم كان يستعمل قديما، بنفضل المريض ما يستعمله لأنه بيدوم بالجسم بيعمل مضاعفات على الفترة الطويلة. الهيالورونيك أسيد هو معمول من الحمض، الموجود بجسم الإنسان، مادة طبيعية بيمتصها الجسم وبتعطي نتيجة حلوة. هلا بالأنواع الفيلر في عدة فيلرز حسب الكونسنتريشن تبع الفيلر، شوف وين بنحطه بوجه المريض او المريضه. في فيلر معين للشفاف، للخدود، تحت العينين، كل خصوصيه فيلر لها مكان معين. اذا الفيلر الدائم موجود من دون اي مشكله، شكله حلو، ما في مضاعفات، الافضل انه نتركه. اذا عم بيعمل مضاعفات او عامل تشويه بالجلد او بشكل الوجه، افضل انه نسحبه. في عدة طرق، اوقات بالعياده بابره بنقدر نسحبه اذا كان سائل حسب نوع الفيلر المستعمل، اذا كان سائل فينا نطلعه بالكبس وبالابره. اذا كان جامد بشفاف موجود، مجبورين نشق شفاف تحت بنج موضعي ونستخرج ماده الفيلر الدائم. نتيجه الفيلر بتبين دغري، بس اكيد بعد الحقن في اوقات زراء، اوقات فتره ورم. على القليلة أسبوعين من قبل مناسبة مهمة لازم الشخص يكون عامل فيلر. إذا عروس ولا مرة عامل فيلر، لازم تجرب النتيجة قبل، يعني قبل بست شهور فور إكزامبل الشفاف مثلا، تعملهم حقن لأنه بيضاينوا ست شهور. إذا حبت النتيجة فيها ترجع تعاود تعملهم شهر قبل العرس. وأكيد دايما فينا ندوب الفيلر الهيالورونيك أسيد في مادة منحقنة تندوبها إذا عندنا مثلا ميله اكثر من ميله، ولا ما حبينا النتيجه بكل بساطه. مثل ما قلنا بداين سنه الفيلر. هلا عند بعض الاشخاص بداين اكثر شوي، بعض الاشخاص بداين اقل، بيمتصوا الجسم بسرعه. تنقدر نساعد في عده قصص. اول شيء المريض او المريضه لازم يشربوا مي كثير لانه الفيلر بيمتص المي وبداين اكثر. الحركه الرياضيه بتخفف من مده الفيلر. الشوب كمان بيدوب الفيلر بسرعة، لازم دايما الواحد يضل بمحل فيه هواء، يعني فيه سقعة أو اير كونديشن، كرمال يطول من مدة الفيلر. كذي مشاهدينا نكون وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لليوم. نلقاكم إن شاء الله باكر في نفس الموعد من الساعة 10 لين الساعة 11. نشوفكم باكر على خير ومع ألف سلامة.